السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أحبتي في مقتطفات من دورة كفايات المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية. اليوم إن شاء الله سننتقل إلى الدرس 19. في هذا الدرس نواصل حديثنا عن بعض المفاهيم والمصطلحات والتعبيرات المهمة في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات. طبعا زي ما حكيت لكم أنا تناولت هاي التعبيرات لأنه إذا ما عرفتها رايح تعيق يعني فهمك للسؤال وبالتالي تجاوب السؤال غلط. ومعرفتك لهذه التعبيرات أكيد بتساهم إن شاء الله بعد توفيق الله في أنك تجاوب صح. اليوم لاحظنا أنه في عنا أحد الأسئلة في هذه التعبيرات: paraphrasing, summarizing, outlining و quoting. طيب هذا السؤال اللي أجا السنة الماضية: the skill of rewriting rewriting a text by maintaining the same ideas, تحافظ على نفس الأفكار but with significantly different wordings, صياغة مختلفة. لاحظتوا يا جماعة same ideas ولكن different wordings, استخدام مفردات مختلفة أو صياغة مختلفة. إذن هذا إيش بنسميه؟ هذا الكلام ينطبق على ماذا؟ هل ينطبق على paraphrasing ولا summarizing ولا outlining ولا quoting؟ طبعا زي ما قلنا انت صعب انه تجاوب صح اذا ما كنت تميز بين هاي المصطلحات الاربعة. لذلك في هذا الدرس احنا نحاول نوضح الفروقات بينهم. عندنا paraphrasing تعريفه is restatement or rewriting a text. إذا هو إعادة صياغة أو إعادة كتابة لنص أو passage قطعة أو or work giving the same meaning in another form. إذا أنت بتحافظ على نفس المعنى لكن بصياغة أخرى in another شكل آخر. إذا هذا هو ال paraphrasing إعادة صياغة، إعادة صياغة لنص أو رسالة أو عمل معين لكن بتحافظ على نفس المعنى the same meaning. لاحظوا هاي النقطة مهمة same meaning. إذا فهمنا إذا paraphrasing يعني كأنك بدك تشرح أنت يعني نفس المعنى تأديه توضحه أكثر بس بكلمات مختلفة. لذلك paraphrasing يعني هو إعادة صياغة وبعضهم بيقول لك شرح لأنه الشرح عبارة عن يعني إعادة صياغة بس بكلمات أخرى للتوضيح. Outlining. Outlining is about organization of the paper. الآن عشان نفهم outlining تحديد الخطوط العريضة لموضوع ما، يعني عشان نفهم أكثر خلينا نشوف هذا الكلام. يعني أنا عندي موضوع بدي أكتب بعمل له outline. كيف outline يعني؟ شوفوا هذا مثلا هذا بنسميه outline. Here is an example of how a blank outline might look. الاوتلاين مثلا بدي اقول لك اكتب مقالة لكن بالمقالة لازم ترتبها بالشكل هذا، تعمل الانترودكشن والثيسس هنا الجملة الرئيسية، بعدين تعطيني البادي باراجراف 1 تكتب الباراجراف 1، بعدين تكتب لنا التوبيك سنتنس، عندنا الباراجراف 1 بدك تكتب لنا سبورتنج ايدياز supporting ideas يعني فكرتين حتى تدعم الباراجراف الاولى. لاحظ بعدين الباراجراف الثاني نفس الشيء وفكرتين، الباراجراف الثالثة topic sentence وهكذا، وبعدين conclusion. يعني لاحظوا انا الان عملت outline 1 2 3 4 مرتب تنظيم لموضوع معين. الان بعدها بقدر اكتب الاسي يعني المقالة بشكل مرتب منظم. ليش؟ لان عملت اوتلاين عارف بدي ابدا في المقدمة، بعدين الباراجراف الاولى شو بتشتمل، الباراجراف الثاني الثالثة ثم الخلاصة او الخاتمة. اذا هذا مثال على الاوتلاين ان شاء الله يكون واضح. المصطلح الرابع الثالث عفوا سمرايزنج. سمرايزنج يعني تلخيص. is about the content يعني المحتوى. It gives an abbreviated account يعني بتعطينا ملخص of what is in the paper. يعني عندنا مثلا ورقة بتتكلم
عن موضوع معين، مثلا أسباب الحوادث، خلينا نقول يعني حوالي خلينا نقول 500 كلمة، أنت بتروح ملخصها في 100 كلمة، هذا اسمه summarizing، معروف يعني تلخيص مع المحافظة على الأفكار الرئيسية. Quoting يعني اقتباس. Copying out words from a text or speech written or spoken by another person، يعني أنت بتأخذ الكلام زي ما هو ما تغير فيه. يعني مثلا هنا there is only one happiness in life to love and to be loved. لاحظين هذا عادة الاقتباس بكون between two inverted commas، علامتين تنصيص بنحطه، ليش؟ لأنه أخذناه زي ما هو. هذا جورج ساند بيحكي يعني هذا القول، French romantic writer قال there is only one happiness in life، في سعادة واحدة في الحياة، وهي أن تحب الآخرين وتحب من قبل الآخرين. هذا القول أخذناه زي ما هو وكتبنا اسم القائل وحطناه between two inverted commas عشان تبين أنه مقتبس. إذا مقتبس أنت بتأخذ قول معين وما بتغير فيه أي شيء. وأكثر شيء بدل على الكوتينج أو كوتيشن اللي هي بسميها كوتيشن ماركس أو كوتيشن ماركس، اللي هي علامات الاقتباس أو التنصيص اللي زيها، يعني فيها وضوح، يعني بين اقتباس. نعود لسؤالنا. السؤال أجا the skill of rewriting a text، إعادة كتابة نص by maintaining المحافظة على نفس الأفكار but with significantly different wording، بمفردات مختلفة، is known as. هذا إذا إيش سمناه؟ سمناه paraphrasing، اللي هو إعادة صياغة أو يعني شرح أو توضيح. إذا المفاتيح في rewriting، وبعدين عندنا same ideas لكن different wording، ما في شيء ينطبق على summarizing أو outlining أو quoting. إن شاء الله يكون هيك واضح. بهذا نأتي إلى نهاية الدرس التاسع عشر، وهي عناويننا للتسجيل والتواصل، وإلى اللقاء في الدرس العشرين الأخير إن شاء الله. هذا خالد الخطيب يحييكم، في أمان الله.